Hi children, how are you? Today we study connect grade 2, same one الموضوع الأول. Who am I? Who am I من أكون? Unit 3 it's a title off to school. Off to school العودة للمدرسة. First term part 2. Vocabulary. Stand up. Stand up. قف أو يقف. Stand up. S-T-A-N-D. Stand up. U-B. Stand up. Read again. Stand up. Stand up. Stand up. Sit down. Sit down. يجلس. Sit down. يجلس. Sit down, يجلس. S-I-T-D-O-W-N. Sit down. Sit down يعني يجلس. After that, in this picture, the boy draw, يرسم. Draw, يرسم. D-R-A-W. Draw يعني يرسم. Can you read again? Stand up, sit down, draw. What's the meaning of stand up? يقف. What's the meaning of sit down? يجلس. What's the meaning of draw? يرسم. Read again. Stand up, يقف. Sit down, يجلس. Draw, the verb بمعنى يرسم. Stand up يعني يقف. Sit down يعني يجلس. Draw يعني يرسم. After that, in this picture, the boy listen, يستمع, listen. Listen, L-I-S-T-E-N, listen يعني يستمع. واخدين بالكم يا أولاد, أنا قلت listen, وإحنا استهجنا إيه, L-I-S والT فين, silent, صوتها silent, مش بينطقوا, بقول listen. Listen يعني يستمع. Again, L I S T E N. Listen. In this picture, the boy write, يكتب. Write, يكتب. وعندي W silent مش بتتنطق. Write يعني يكتب. W R I T E. Write يعني يكتب. Read again. Listen. يستمع. وخلنا نخلي بالك ان التي silent مش منطقة. Listen. After that, write. يكتب. وقلنا الدبليو وراها الار مش بنطق الدبليو, بقول write. Read again. Listen يعني يستمع. Write يعني يكتب. Match. What's the meaning of match? سل. هيبدأ يجيب لي بعض الكلمات وهيطلب مني ان انا اوصلها. يا ترى هوصلها بايه؟ هوصلها بالكوريكت بيكتشر, بالصورة الصحيحة. يلا, نمبر 1 كيك. نمبر 2 رايت. نمبر 3 هات. نمبر 4 درو. طيب يلا كده, what's the meaning of kick? يركل. What's the meaning of رايت? يكتب. What's the meaning of hat? Hat يعني قبعة. What's the meaning of draw? Draw يعني يرسم. يبقى دلوقتي احنا هنوصل بالنمبرز مش بالايه, مش بالخطوط. عندي اول حاجة كلمة كيك. كيك يعني ايه؟ قلنا يركل او يشوت. هنوصلها بنمبر بان بالولد اللي صورة اللي هو ايه, بيشوت الكرة او بيركل الكرة. نمبر تو ريد بليز. رايت يعني ايه؟ قلنا رايت يعني يكتب. هوصلها بصورة الولد البنوتة اللي فوق, يا ميس اللي بتكتب. يبقى البنوتة دي هتبقى رايت. نمبر 3 عندي هات. هات يعني قبعة. هوصلها بصورة القبعة تحت يا ميس اهي. اكسلنت. نمبر 3 هتبقى ايه؟ قبعة. نمبر 4 عندي فيرب درو. ودرو اخدناها يعني ايه؟ يرسم. هوصلها بصورة الولد اللي بيرسم, ده هيبقى نمبر ايه؟ 4. Excellent. يبقى نمبر 1 كيك, نمبر 2
right. Number three had. Number four drew. After that supply the missing letter. Supply the missing letter هنكمل الحرف الناقص. يعني ايه سنة تانية؟ يعني هو جايب لك صورة وفوقيها او تحتها كلمة ناقصة حرف، وانا حافظ الكلمات بتاعتي او الورد بتاعتي كويس. هنبدأ كده مع بعض. دي صورة ايه؟ in this picture بنت بتستمع للموسيقى، يبقى listen. listen listen ناقصها letter I. listen يبقى listen هي ناقصه letter A. I L I S T E N listen يستمع. number two دي صورة نظارة glasses. glasses glasses يعني نظارة، يبقى ناقصها letter A glasses. G L A double S E S glasses. glasses يعني نظارة. number three in this picture ولد بيجلس. يجلس sit down. sit down ناقصة letter I. sit down S I T D O W N. عندي رابع صورة معطف. معطف اخدناها قبل كده يعني بلطو او كوت. معطف او بلطو يعني كوت. قلنا كوت كوت سمعت ساوند ته ته، يبقى ناقصة letter T. كوت كوت يعني معطف او بلطو. عندي نمبر 1 listen. listen يعني يستمع، قلنا ناقصها letter I. نمبر 2 glasses. glasses يعني نظارة، وقلنا ناقصها letter A. نمبر 3 عندي ولد قاعد، قلنا صورة sit down. sit down ناقصة I. نمبر 4 كوت. كوت يعني معطف او بلطو، وقلنا ناقصها ايه؟ letter T. T. يريد again. listen. listen. glasses. glasses. sit down. sit down. coat. coat. after that نمط جديد يا ولاد بيقول look at the picture and complete with. هننظر للبيكتشر للصورة and complete with، وهنكمل بالwords الموجودة في البراكتس بتاعتي. يلا number one it's my ورسم لي صورة ايه يا ولاد؟ ساعة يد. it's my watch. watch يعني ساعة يد. واحنا قلنا لما نتكلم عن مفرد غير عاقل بناخد verb to be is، يبقى هنبدأ بنقول ايه؟ it is my. دي حاجة ايه؟ تخصني انا، فهقول it's my watch. number two نقط to the city. عندي بنت بتستمع للموسيقى. يستمع للموسيقى لسه اخدينها من شوية verb listen. listen يعني يستمع للموسيقى او يستمع listen. وقلنا عندي T silent مش بتتنطق. listen. listen to the CD. number 3 space up please. نبص للصورة، احنا قلنا look at the picture. ولد واقف، يبقى ايه؟ stand up. stand up. انا بديله اوردر وبقوله stand up please، قف من فضلك، عشان كده الجملة بتاعتي بدأت بفعل في المصدر stand up please. number four how many hats space there. يعني ايه؟ كم عدد القبعات الموجودة؟ لقيت عندي ايه؟ كم قبعة موجودة قدامي؟ 3 3 يا ميس. 1 2 3. طيب يبقى كده ده جمع ولا مفرد؟ لا ده جمع، يبقى بلورال ناون. يبقى احط ايه؟ اور. اور. وهو كمان مكمل يا ميس، تحته بيقول لي ذير اور 3. ذير اور 3 يوجد ثلاث. يوجد ايه؟ ثلاث. واخد بالك انا لما سالت عن العدد قلت هاو ميني، وجي وراها هاتس اسم جمع، وعشان هما جمع حطينا وراها ايه؟ فيرب تو بي ار وبعدين ذير. هاو ميني هاتس اور ذير، وهو اللي ساعدني بالاجابه وقال لي ذير اور 3. يلا نقراهم تاني يا ولاد مع بعض. يلا اتس ماي سبيس، وعندي موجود عندي الساعة ساعة اليد بتاعتي، وقلنا معناها watch. it's my watch ساعتي انا. number two to the CD. طيب عندي بنت بتستمع للموسيقى، قلنا من شوية الverb ده يعني ايه؟ يعني listen. listen to the CD. number three عندي ولد، قلنا ان احنا عطينا له order ان هو يقف، فهنقوله ايه؟ stand up please، اقف من فضلك.
نمبر 4 هاو ماني هات وموجود سبيس وزير. طيب موجود عندي كم قبعه؟ قلنا 3. وموجود كمان عندي الاجابه زير اور 3، يبقى هاو ماني هاتس اور زير. يلا ريد اجين. نمبر 1 اتس ماي واتش، اتس ماي واتش. نمبر 2 ليسن تو ذا سي دي، ليسن تو ذا سي دي. نمبر 3 ستاند اب بليز، ستاند اب بليز. نمبر 4 ذا كويستشن، وقلنا هاو ماني هاتس ار زير، هاو ماني هاتس ار زير. وقلنا الاجابه ذير ار 3، ذير ار 3. It's my watch, it's my watch, it's my watch. يعني هذه تكون ساعة اليد بتاعتي، ملكي أنا. Number two, listen to the CD. يستمع إلى CD. Number three, stand up please. Stand up please يعني قف من فضلك. Number four, how many hats are there؟ يعني كم عدد القبعات الموجودة؟ there بمعنى يوجد. طيب الإجابة there are three، يعني يوجد ثلاث قبعات. فونكس، فونكس دوات الصوتيات يا ولاد. يعني بنتعود بنتعلم sounds of letter، اصوات الحروف. هنا عندي مين؟ letter s و h بيدوني sound ش، بيدوني sound ايه؟ ش. يلا نشوف الوردز او الكلمات اللي مرتبطة بيها. يلا اول حاجة دي صورة ايه؟ in this picture براية sharpener. قلت ايه يا ولاد؟ sharpener، sharpener يعني براية شاربنر. وزايفين كده بدأ بايه يا ولاد؟ اس اتش، قلت شاربنر. بعد كده يا ولاد in this picture شارك، شارك سمكة القرش بنقول عليها ايه؟ شارك. وزي ما انت شايف كده start with ايه؟ اس اتش، فنطقنا الساوند ش ش، شارك 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 يعني سمكة قرش. عندي الاس اتش الساوند بتاع ش، عشان كده قلت شارك. طيب نمبر 3 صورة شيرت يعني قميص، شيرت 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 يعني قميص. في الصورة الرابعة عندي صورة محل، محل يعني ايه؟ شوب. ايه ده، انا اول حاجة نطقتها ش، زي ما قلنا الاس اتش بنقول عليها ش، عشان كده بقول شوب 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 يعني محل. اخر كلمة عندي كلمة تي شيرت، تي شيرت يعني تي شيرت. طيب هنطقها هقول ايه؟ تي شيرت تي شيرت. ونلاحظ جدا الفرق بين قميص وبين تي شيرت، عندي التي بتيجي في الاول كابيتال. تاني زي ما احنا قلنا الاس اتش الساوند بتاع ش. طيب ريد بليز. احنا قلنا ميس الاس اتش جيف مي ساوند ش. نمبر 1 شاربنر، شاربنر براية، شارك شارك سمكة قرش، شيرت شيرت قميص، شوب شوب محل، تي شيرت تي شيرت تي شيرت اللي انا بلبسه يا ولاد. again شاربنر يعني براية. طيب spell with me شاربنر، s h a r b e n e r، شاربنر شاربنر يعني براية. عندي كمان كلمة شارك، شارك يعني سمكة قرش، ش يبقى ايه؟ اس اتش، شا لتر اي، شار ر ر ر لتر ار، شارك ك لتر كي، شارك يعني سمكة قرش. نمبر 3 شيرت، شيرت يعني قميص، شيرت يعني قميص. اس اتش اي شير ر ر ر لتر ار، شيرت ت ت لتر تي، يبقى عندي شيرت شيرت يعني قميص. عندي كمان كلمة شوب، اس اتش شو قلت لتر ايه ده؟ شوب ب بي بي فور بن، شوب اكسلنت بي فور بن. عندي ذا لاست لتر، عندي قلنا شوب بي فور بن. عندي اخر كلمة خالص النهاردة في الفونكس بتاعت الاس اتش تي شيرت، تي شيرت يعني تي شيرت، ت ت ت لتر تي، تي ش ش ش. سمعت اس اتش يبقى ايه؟
سمعتش، يبقى اس اتش. وخلي بالك هنا لو خدت بالك في كلمه تي شيرت الاس اتش جت فين؟ جت في النص، جت فين؟ في النص، مش في اول الايه الكلمه. يلا كده انا ريد اجين: شاربنر، شارك، شيرت، شوب، تي شيرت. شاربنر، شارك، شيرت، شوب، تي شيرت. شاربنر، شارك، شيرت، شوب، تي شيرت. عندي الاس اتش، قلنا الساوند بتاع الاس اتش ش. عندي كلمة فش، فش يعني سمكة، فش، اف اي اس اتش، زي ما احنا قلنا الساوند بتاع اس اتش ش، يبقى فش، فش يعني سمكة. افتر ذات عندي خروف، طبعا كلنا عارفين خروف يعني ايه، شيب، شيب. اول حاجة سمعتها ش، يبقى اس اتش شيب. عندي خروف، شيب، شيب، خروف. اوكي، افتر ذات عندنا كمامة، كمامة يعني ايه؟ او سلة المهملات يعني ايه؟ تراش، تراش، قمامة، قمامة. ت ت ت لتر تي ت ر ر ر لتر ار ار تراش ايه ايه. عندي تراش ش ش اس اتش اس اتش. ريد اجين: فيش، فيش، سمكة، شيب، شيب، خروف، تراش، تراش، قمامة. فش، فش يعني سمكة، خروف يعني شيب. وأول حاجة بدأنا بيها ش، يبقى اس اتش شيب. عندي كمامة تراش، تراش يعني كمامة. طيب تعالوا كده سبيل وذ مي أجين: سمكة يعني فش، فش، اف اي اس اتش. وخلي بالي هنا ان الشه، شه جه في اخر الايه الكلمه. عندي شيب، شيب يعني خروف، ش. اول حاجه قلتها اس اتش ش ش ش، وبعدين دبل اي، وبعدين بي، شه جت في اول الكلمه اس اتش دبل اي بي، اس اتش دبل اي بي. عندي تراش، تراش يعني كمامه، تي ار اي، وسمعت في الاخر تراش، يبقى اس اتش، يبقى هنا جت الشه، الساوند شه في اخر الكلمه. اكسلنت. ريد اجين: فش، فش، شيب، شيب، تراش، تراش. هنا عندي ساوند جديد، لتر اي والار، ار، ار، ساوند ار. يلا نشوف الكلمات بتاعته. شاربنر، شاربنر. هنا لو واخدين اولادنا هنا منور لنا ايه في النص، الاي ار بيتكلم عن ساوند الاي ار، ار، شار، شار، شاربنر. شاربنر يعني برايه، لسه اخدينها من شويه، شاربنر يعني برايه. اس اتش اي ار بي اي ان اي ار. يبقى احنا خدنا كلمه شاربنر كان فيها الساوند شه، والنهارده كمان دلوقتي بنكمل وبقى كمان فيها الساوند ار، فيها اي ار، ار. شايفين ايه يا اولاد ان ذا سبيك تشر؟ كار، كار، فيها الساوند ار، ار، كار يعني سياره. كار، كار، سيارة، سي اي ار، سي اي ار، كار، كار يعني سيارة. افتر ذات عندي سمكة قرش، سمكة قرش يعني شارك، لسه اخدينها من شوية بس كنا بنتكلم فيها عن الاس اتش، وقلنا من شوية برضو ان الاس اتش الساوند بتاع ش. دلوقتي هنكمل ان شارك عندي اي ار، فهنطقها شارك، شارك، شارك يعني سمكة قرش. اسبل وذ مي شارك. ش اس اتش ار اي ار ك ك كي، اس اتش اي ار كي، شارك، سمكة قرش. اكسلنت. شارك، شارك يعني سمكة قرش. اس اتش اي ار كي، كي، شارك، شارك يعني سمكة قرش. ريد اجين: شاربنر، شاربنر، براية، كار، كار، سيارة، شارك، شارك، سمكة قرش. كان يريد اجين: شاربنر، شاربنر يعني براية، كار، كار، كار يعني سيارة، شارك، شارك، شارك يعني سمكة قرش.
السؤال دلوقتي عندي جديد. make a word. make a word يعني هكون الكلمة، هو عطيهولي متلخبطة وانا هكتب الصح بتاعها. the first word عندي صورة ولد بيستمع للموسيقى. طيب لسه اخدين الفيرب ده من شوية، يعني ايه استمع؟ يعني listen. excellent. listen. انا قلت له له ال لس لس اي لس اس listen. قلتيلي خلي بالك يا ميس ان انا بقول listen ما بنطقش حرف تي، بس انا لازم احطه في ايه، في مكانه. يبقى ال اي اس تي لس اي ن ن ان، يبقى ال اي اس تي اي ان. يبقى انا كده رتبت حروف الفيرب listen. listen يستمع. after that عندي ولد، والولد ده يجلس. انا عطيته اوردر ان هو يجلس، وقلنا يجلس يعني ايه؟ sit down. sit down. sit down يعني يجلس. s s s o s i sit t t t يا ميس. وعندي sit down d d letter d. sit down w w letter o. sit down w w sit down n n n sit down s i t down d o double n sit down S I T D O W N S I T D O W N. after that عندي لسه أخدين من شوية الفيرب ده يرسم، يعني إيه قلنا؟ draw. draw يرسم. draw يعني يرسم. د د letter D. در ر ر R. draw. A W. excellent. draw يعني يرسم. What can you see in this picture؟ ولد بيكتب يا ميس. قلنا verb يكتب يعني ايه؟ write. write. راه راه يا ميس، ولازم اخد بالي ايه اللي انا قلت عليه silent. يا ميس قلتي لي صح. انت قلتي لي يا ميس هبدا بالدبليو وبعديها الار، عشان وراها الار فهتبقى silent. هقول دبليو ار. راه راي راي اي راي ت ت ت تي رايت ت اديتها زمن، يبقى اي دبليو ار اي تي اي رايت. وخلي بالي ان الدبليو سايلنت. اوكي اجين عندي اول صوره قلنا صوره ولد يستمع، وقلنا فيرب يستمع يعني listen. يستمع يعني listen. ال اي اس تي اي ان listen. listen يعني يستمع. listen. listen يستمع. Okay. after that what can you see in this picture؟ ولد بيجلس. sit down. sit. sit down s i t down d o w n sit down يجلس. عندي in this picture number 3 عندي ولد بيرسم، قلنا يرسم يعني draw. draw يرسم d r a w draw. اوكي عندي نمبر 4 صورة ولد، وقلنا الولد ده يكتب، ولسه اخدين الفيرب ده من شويه يكتب يعني write. write w r i t e write. قلنا خلي بالك ان w silent، بقول write. write يكتب. اوكي عندي نمبر 1 listen. listen يعني يستمع. نمبر 2 يجلس يعني sit down. نمبر 3 يرسم يعني draw. نمبر 4 write. write يعني يكتب. ونلاحظ ان كل دول verbs، كل دول افعال، كل دول افعال مش nouns. after that نمط جديد يا ولاد. look at the picture and complete with. نمط جديد يا بيقول لي ايه؟ look at the picture انظر الى الصوره and complete with واكمل بي. يعني انا هبص للصوره بتاعتي كويس، read هنقرا الجمله بتاعتي كويس read well، وبعدين after that we write ايه our answer، بنكتب الاجابه بتاعتي. طب يا ترى يا ولاد الاجابه بتاعتي بكتبها منين؟ ده هو مساعدني وجايب لي in brackets some words بعض الكلمات اللي هتساعدني فين؟ في الانسر، في الحل بتاعي. يلا جايب لي ايه in brackets؟ nurse. nurse what the meaning of nurse؟ nurse يعني ممرضه. sharpener. sharpener. sharpener يعني برايه. shark. shark what the meaning of shark؟ شارك زي ما احنا ميس لسه اخدينها دلوقتي، شارك يعني سمكة قرش. excellent. cleaner. cleaner what's the meaning of cleaner؟ عامل نظافة. excellent. طب number one what can you see in this picture؟ شارك. كاتب لي ايه في number one؟ it's a الشارك ده غير عاقل، فلما جينا اتكلمنا عنه قلنا ايه؟ it is هو يكون a shark. excellent. it's a shark. it's a shark هو يكون او انها تكون سمكة قرش.
يلا after that نشوف في الصورة بتاعتنا فيها ايه. What can you see in this picture? Sharpener. Sharpener. Excellent. يلا كده نقرأ number two. بيقول it's my sharpener. It's my sharpener. يعني تكون بريتي. وهنا استخدمنا it is ليه؟ علشان خاطر sharpener غير عاقل. My sharpener يعني هي البرية اللي تخصني أنا، دي ملكي بتاعتي أنا. It's my sharpener. Sharpener. Number three. Space cleans the school. What can you see in this picture? عامل نظافة. Cleaner. Excellent. احنا قلنا ايه يا ولاد؟ read well وبعدين think ونفكر وبعدين ايه answer. طب اول حاجة قلنا ايه؟ نقط، يبقى هو عايز يشوف الشخص ده ايه. cleans يعني ايه cleans؟ ينظف. The school ينظف المدرسة. طب يلا كده معايا number 3 بيقول ايه؟ عامل نظافة قلتي لي ايه؟ cleaner. يبقى اجابتي هتكون ايه؟ A cleaner cleans the school. A cleaner cleans the school. Excellent. طيب تقدري ملاحظة الفعل؟ انت ملاحظة الفعل cleans؟ يلا كده فكريني كده. الفيرب يا ميس اخره اس، علشان عندي قبليه singular noun، واحنا قلنا singular noun اسم مفرد بيدي الفيرب اللي وراه اس. في زمن ايه؟ البريزنت سيمبل. اكسلنت. قلنا في البريزنت سيمبل عندي تو جروبز، الجروب الاولانيه اللي هي مين؟ اي يو وي زي بلورال ناون. افتر ذات فيرب انفينيتيف. اكسلنت. وات ذا مينينج اوف انفينيتيف؟ الفعل بيجي في المصدر. يعني بدون اي ايه اضافه. وهنا كلينر دي من السكند جروب اللي هم مين؟ فكريني بيهم كده. هي شي ات سينجلر ناون، وقلنا سينجلر ناون يعني الاسم المفرد. اكسلنت. افتر ذات الفيرب بيجي اس اور اي اس. اكسلنت. يعني كلين كلينر كلينز، حطينا للفعل اس عشان عندي كلينر سينجلر ناون دي من السكند جروب اللي بنضيف للفعل اس اور اي اس. اكسلنت. Number 4. A نقط makes me healthy for school. What can you see in this picture? ممرضة. ممرضة يعني nurse. A نقط makes me healthy for school هتبقى a nurse. nurse يعني ممرضة. وزي ما انا قلت في السؤال اللي قبلها قلنا makes، هنلاحظ هنا حطيت للفيرب اس يا ميس. اس مي healthy for school، يبقى ايه الاجابة بتاعتي؟ nurse. a nurse makes me healthy for school. a نقط a nurse makes me healthy for school يعني الممرضة بتخليني بصحة جيدة. بصحة جيدة من اجل الايه؟ المدرسة. اوكي قلنا عندي النهاردة كمان هنكمل سؤال جديد. look at picture and complete with. عندي nurse sharpener sharp cleaner. Number 1 it's a، وقلنا سمكة قرش يعني shark. Number 2 it's my، وهنبص للصورة لقيت برية. برية يعني sharpener. sharpener. Excellent. Number 3 a نقط cleans the school، وصورة عامل النظافة cleaner. اوكي. Number 4 a نقط makes me healthy for school a nurse. احنا قلنا كمان خلي بالك او لاحظ ان في نمبر 3 ونمبر 4 الفيرب كلينز وميكس كلين وميك دودنا لهم اس عشان عندي سينجولار ناون اللي هي اكلينر او انيرز، وقلنا دي من السكند جروب اللي هم هي وشي والات، والسينجولار ناون ان بريزنت سيمبل في المضارع البسيط بنحط ورا الفاهم الفعل بلس اس او اي اس. اتس ا شارك. اتس ماي شاربنر. ا كلينر كلينز ذا سكول. Number 4 a nurse makes me healthy for school. عندي دلوقتي نمط كمان سؤال جديد. look and circle. هعمل ايه عشان احل السؤال ده؟ اول حاجة هبص عليها picture الصورة اللي عندي. طيب وبعدين هقرا الجمل او الكلمات كويس جدا، وبعدين اشوف الصورة معناها انهي كلمة من دول وهعمل عليها circle. circle يعني دائرة. دائرة. عندي number 1 الصورة دي صورة ايه؟ نجار. نجار قلنا يعني كاربنتر. اوكي ممكن تقريلي اول كلمتين عندك؟ كاربنتر والتانية ميس نيرس. كاربنتر نيرس. طيب والصورة دي قلنا لازم الاول اقرا الكلمات كويس وابص الايه البيكتشر بتاعتي. عندي صورة كاربنتر نجار، يبقى انا هحط سيركل على كاربنتر. اوكي نمبر 2 هبص كويس برضو للصورة. عندي صورة ايه؟ بستاني او الجنايني اللي هو عامل البستاني اللي هو
عامل الحديقة اللي هو بيزرع او بيهتم بالحديقة. قلنا عندي، قلنا اول حاجة وصل البيكتشر بتاعتي كويس جدا، وبعدين هبدأ اقرأ الكلمات. نمبر 2 مكتوب كلينر وجاردنر. كلينر احنا لسه قايلين يا ميس كلينر يعني عامل النظافة، وجاردنر اللي هو البجنيني او البستاني اللي بيهتم بالحديقة. انا هحط سيركل على ايه؟ جاردنر. اكسلنت. جاردنر يبقى فيرست بيكتشر نمبر 1 كاربنتر، كاربنتر نجار. نمبر 2 جاردنر، جاردنر بستاني. اوكي يبقى احنا قلنا في السؤال لوك اند سيركل بعمل ايه؟ ببص كويس للصورة واقرا الكلمات وبعدين ابدا اركز فيها واختار الكلمة الصح. وصلنا دلوقتي يا اولاد لسؤال ديسكفر. ديسكفر يعني اكتشف. يلا نمبر 1 نيرس، نمبر 2 جارد. السؤال ماتش. ماتش يعني ايه؟ ماتش يعني سل، هيجيب لي بعض الكلمات وهبدا اوصلها بالصور اللي عندي. بس لازم يا ميس نقرا الكلمات بتاعتي كويس وترجم معناها وبعدين ابدا اشوف الصوره بتاعتها واوصلها بالصوره الصح. يلا نمبر 1 نيرس، نيرس. نمبر 2 جاردنر، نمبر 3 كاربنتر، نمبر 4 كلينر. احنا قرينا كويس، نبدا نترجم. يلا نمبر 1 نيرس. نيرس مين؟ ممرضة. نيرس يعني ممرضة. نمبر 2 جاردنر، جاردنر يعني بستاني. اوكي نمبر 3 كاربنتر يعني كاربنتر نجار. كلينر واتس مينينج كلينر؟ كلينر يعني عامل النظافة، جاية من الفعل كلين يا ميس. يبقى أول حاجة هبدأ بيها نيرس، قلنا نيرس يعني هنوصلها بصورة الممرضة. نيرس هوصل one. بالنمبرز ولا هوصل كده بإيديا؟ لا احنا اتفقنا مع بعض احنا بنوصل النمبرز بالأرقام. اوكي يبقى نيرس ممرضة، هروح جنبها وهكتب نمبر 1. اكسلنت. نمبر 2 جاردنر، جاردنر يعني قلنا جاردنر يعني بستاني أو عامل الجنين يا ميس، عامل الجنينة اللي بيعتني بيها. هروح جنب الصورة بتاعت الجنيني وهكتب نمبر 2. اكسلنت. نمبر 3 كاربنتر، كاربنتر يعني نجار. هدور على صورة النجار، هتبقى نمبر 3 كاربنتر. نمبر 4 كلينر، كلينر يعني عامل النظافة، اللي هي الصورة اللي فوق خالص هروح جنبها. مين هي الصورة اللي فاضلة عندي؟ لا بس انا قلت لازم نقرا الاول. احنا لازم نقرا الاول كويس جدا. طيب واشوف الكلمة معناها ايه وهبص على الصورة. كلينر يعني عامل نظافة، او دي صورة عامل نظافة، يبقى دي تبقى نمبر ايه 4 عشان ما تلخبطش. حتى لو اتلخبطت وانا فكرت كويس هلاقي نفسي رجعت وحطيت الرقم الايه الصح. يبقى نمبر 4 نيرس، نمبر 1 نيرس، نمبر 2 جاردنر، نمبر 3 كاربنتر، نمبر 4 كلينر. نيرس، نيرس يعني ممرضة، جاردنر، جاردنر يعني عامل الحديقة، نمبر 3 كاربنتر، كاربنتر يعني نجار، نمبر 4 كلينر، كلينر يعني عامل نظافة. ريد اجين، نيرس، جاردنر، كاربنتر، كلينر. نيرس، جاردنر، كاربنتر، كلينر. now let you excel yourself. excel yourself اختبر نفسك. ده يا ولاد سؤال المتفوقين. هنبدأ read well، نقرا كويس. think for few minutes، هنفكر فيه لمدة دقايق وبعدين answer، نجاوب. يلا listen read and match. listen read and match. listen هنستمع، read هنقرا، and match هنوصل. number one جايب لي ايه يا ولاد؟ جايب لي بعض الجمل. خلي بالك دي مش كلمات، هنبدأ نقراها كويس ونترجم معناها ونبدأ نوصلها بالصور ايه بتاعتي. طب نمبر 1 this is a cone، this is a cone. نمبر 2 these are spheres، they look like planets. these are spheres، they look like planets. نمبر 3 this is a cube، this is a cube. نمبر 4 this is a cylinder، this is a cylinder. نقرا كويس ونبدا نبص البيكتشر تبقى الصور ونوصل ونكتب الاجابه بتاعتي in your paper وتسلمها receive to your teacher. goodbye grade 2 see you later.